المؤمن يغضب ولكن يغضب بإرادته، يفكر أن هذا الغضب يرضي الله أو لا يرضي الله. إذا هذا الغضب يرضي الله يغضب، وإذا لا يرضي الله يسيطر على غضبه. المؤمن غضبه باختياره، مو أنه هو باختيار غضبه، غضبه باختياره. عندما يستفز، عندما يواجه بكلمة نابية ما يفقد أعصابه. كثير من الأزواج يقولون أعصابنا مو بيدنا، كثير من الزوجات يقولون أعصابنا مو بيدنا. هذا ضعف النفس. الإنسان يتمكن أن يسير في هذه المسيرة التكاملية إلى أن تكون أعصابه بيده. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يغضب، وإذا غضب كان يغضب لله. هذا معناه أن قوى عالم الملك سخرت لقوى عالم الملكوت. هذا معناته أن غضب الإنسان صار تابع عقله، مو عقله تابع غضبه. الإنسان في لحظات الغضب يقول كل شيء ويفعل كل شيء، بعدين يتندم على ذلك. لا، المؤمن لا يتخذ موقفا يتندم عليه. وإذا بدرت منه بادرة، إذا احتد مرة احتداد في غير محله، فورا يعود إلى نفسه. الغضب شعبة من الجنون، ومن غضب ولم يندم فجنونه مستحكم، إلا إذا كان الغضب لله، إلا إذا كان الرضا لله سبحانه وتعالى.